خبر آخر حقيقة يعني من الأخبار المفرحة والمبهجة لنا واللي تكسبنا كثير من الفخر بشبابنا وشاباتنا. سبق وأن استضفنا قبل عدة أيام الفتاة السعودية سارة المقوعي، وأتمنى أني نطقت الاسم صحيح، من مدينة حائل، والتي وقفت على حادث مروري وقامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومساعدتهم حتى قدوم الهلال الأحمر. ونظرا لهذا الفعل المشرف والغير مستغرب، قام أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز بتكريم الممرضة سارة، مؤكدا أن الفتاة السعودية قادرة أن تقدم وطنها ونفسها وثقافتها بأفضل صورة. معي على الهاتف الآن سارة المقوعي المسعفة أو الممرضة. سارة حياك الله معنا فيها. هلا هلا بك. أول شيء احنا فخورين جدا فيك سارة، شكرا لتجاوبك مع دعوة برنامج يا هلا مرتين، المرة الأولى مع الزميل جمال وحديثكم عن الحادث، والمرة الثانية اليوم، ونبارك لك تكريم أمير المنطقة. وأنا أكثر لي الفخر، وبالنسبة لما أمير منطقة حائل طيب سارة اليوم اليوم لما تحظين بتكريم أمير المنطقة بكل هذا التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بكل ردود الفعل اللي انت جالسة تشوفيها، وش كلمتك اللي تقدمينها؟ كل شكر لأمير منطقة حائل، وأنا واحدة من بناته بالنسبة لي، واللي أنا سويته من حقي ومن واجبي أني أسويه للوطن، وخدمة الوطن هي أولا وآخرا، هذا اللي أقدر أقوله بالنسبة. جميل سارة، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. كان هذا صوت سارة المقوعي. قبل ما أنتقل للفاصل يجب أنه يعني نعاظم فخرنا حقيقة بسارة بكل زميلاتها اللواتي يقدم بالشباب والشابات السعوديين اللي اليوم يثبتون ويبرهنون ويصادقون على أن لدينا كفاءات قادرة على تقديم عمل إنساني وعمل وطني مشرف جدا في كافة المجالات. شكرا 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 لكل من يعلي اسم بلده وثقافتها وإنسانيتها على مستوى العالم. بعد الفاصل مكملين معكم.